الإطار يجمع تواقيع لعودة البرلمان وإقالة الحلبوسي في نفس الجلسة لتهاونه في اتخاذ القرار. تأجيل اجتماع القصر الحكومي يحمل بين طياته رسائل من المتغيبين يفسرها المتابعون تمسكا بقراراتهم. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. ومع استمرار الانغلاق السياسي الذي انسحب نحو الشارع وأزم المؤزم، يتحرك الإطار لاستئناف عمل البرلمان وكذلك لعمل البرلمان وتسمية ما تبقى من الرئاسات لغرض عقد جلسة في مكان غير مختلف عليه. هذه الجلسة مشاهدينا حظيت بموافقة واسعة من أعضاء المجلس النيابي ورسمت خطوطها العريضة، وهي تمثل تحدي لأي طرف سياسي أو لا تمثل التحدي لأي طرف سياسي، إنما جاءت لدرء المتغيرات ومواكبة التحديات التي تتجسد بصورة واضحة مع هذا الشلل الذي أصاب المجلس، في وقت تخرج تسريبات أن الجلسة قد تتعدى هذا الأمر وتصل لإقالة رئيس المجلس لما شخص عليه من تهاون. أما في ملفنا الثاني مشاهدينا، فاجتماع قادة الكتل السياسية يوم أمس الذي تم تأجيله بسبب عدم حضور بعض أطراف الخلاف يحمل عدة تفاسير بحسب المتابعين للعملية السياسية، ويعني تكرار التواري عن الأنظار عند الدعوة للاجتماعات، ولا يختلف عليها اثنان أن هناك أسباب لهذا الاختفاء أو أهداف معينة، خاصة أن هذا الاجتماع الأخير الذي كان مقرر عقده بالقصر الحكومي بدعوة من السيد مصطفى الكاظمي تغيب عنه الحزب الديمقراطي والسيادة إضافة إلى التيار الصدري. وكما قرأ المراقبون هذا التغيب أنه إعلان المقاطعة للحوارات بعدما رأى التيار الصدري أنه لا جدوى منها لتمسكه بمطلبه المتمثل بإعادة الانتخابات. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونناقشها تباعا مع ضيوفنا، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، مع جمع الإطار التنسيقي للتواقيع البرلمانية الداعية إلى استئناف عمل المجلس النيابي بشكل طبيعي في المواقع البديلة، ترحب الأوساط الشعبية والمراقبون بهذه الخطوة، عادة الشروع بها بداية جديدة نحو إزدال الستار عن مرحلة تعطلت فيها السلطة المنتخبة من أداء مهامها. ونتابع هذا الملف مع الزميل علي حبيب. على وقع انسداد محكم واجتماع وطني لم ير النور، يسابق الإطار التنسيقي الزمن من أجل عقد جلسة برلمانية خارج مبنىه الرئيس بعد جمع تواقيع تجاوزت 180 تأييدا، فمرتكزات الخلاف الراهنة لا يمكن تجاوزها إلا بانعقاد المجلس ومناقشة رأي أعضائه، ومن يجافي هذا المسار فهو كمن ينشر نشارة الخشب، خاصة وأن هناك الكثير من المتعلقات الآنية التي تستوجب التئام السلطة التشريعية. نريد احنا نريد رضاة الشعب هذا المسكين، من بداية 2003 لحد الآن شاف الضيم، الجهال الجدة على الرصيف، الناس الشياب ما حد بحالها، أغلبية الشعب ما عنده رواتب، احنا ما نحدد فلان وفلان، احنا نريد تنجمع الناس هاي المتفرقة بأسرع الوقت وتتعاون بيناتها، ونريد حلول للشعب هذا. أما المواقع البديلة المقترحة على طاولة الاختيار فهي أربعة: القصر الحكومي وجامعة بغداد، وقصر السلام فضلا عن قاعة الضيافة في مطار بغداد، والأكثر توافقا هي الأخيرة لغاية الآن. أما في خضم التحديات التي تعترض انعقاد هذه الجلسة هو موقف الأطراف المقابلة التي لا تبدو متحمسة لهذا المنحة. أما الإطار يرهن هذه الجلسة لإكمال الاستحقاقات الدستورية التي تعطلت عن موعدها كثيرا. لابد
من دعم هكذا شخصية ودعم أنه السير في اختيار رئيس الجمهورية ودعم أنه ممثلي الشعب في اختيار الكابينة الحكومية من خلال أنه التصويت لها واختيار رئيس الوزراء لوزراء كفؤين، أما أنه الطرف الآخر الذي يحرك الشارع والذي يريد أن يفرض إرادته على المكون الأكبر، نحتاج إلى الحكمة، نحتاج إلى العقلان. في حين تشير مصادر أن الجلسة ذاتها ستشهد جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس من منصبه لإخفاقه في حماية هذه المؤسسة وعدم تعاطيه بشكل إيجابي مع المتغيرات التي رافقت السيطرة على مبنى مجلس النواب، لتلتقي هذه الدعوات مع التحركات في المنطقة الغربية الرامية إلى كبح جماح الحلبوس وسحب البساط. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو الكاتب والصحفي الأستاذ إبراهيم السراج. أهلا بك سيد إبراهيم، وكذلك ترحيب برئيس مركز رفد للدراسات دكتور عباس الجبوري، انضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم دكتور عباس. وأيضا بعد قليل سيكون معنا رئيس مركز ألوان للحوار الدكتور حيدر البرازنشي عبر سكايب. ونبدأ معكم سيد إبراهيم، إلى أين وصل التعقيد؟ هل فعلا وصل إلى مراحل قد تنذر بمخاطر بمقاطعة الحوار بأي شكل من الأشكال، مو فقط من التيار الصدري حتى من بقية أطراف سياسية مهمة أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الدكتور الأخ العزيز الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد، والأستاذ الدكتور حيدر برزنتشي، ولضيوف ولمشاهدي قناتك. حقيقة يعني ما يؤسفنا أنه أن تكون أن تصل أن المبادرات أو الحوار والمفاوضات إلى طريق مسدود، وهذا طبعا أولا انعكاساته خطيرة على العملية السياسية، والأخطر من ذلك هو انعكاسه على السلم الأهلي. وبدأ هذا التصرف وهذا السلوك يشكل قلق لدى جميع العراقيين، قلق من المستقبل، قلق من الذهاب إلى المجهول لا سمح الله، والذهاب إلى الفوضى العارمة في كل شيء. وهذا يعني انه دعوه او تقديم دعوه لتدخل خارجي لا سمح الله، مخاطرها كثيره وتداعياتها خطيره، وايضا هواجس الجميع قلق جدا من ان العراقيين او الكتل السياسيه العراقيه البعض منها لا يريد ان يذهب الى طاوله حوار. طيب، مقابل هذا الاصرار على عدم الحوار لحل هذه الازمه، امام الجهات السياسيه الاخرى ما هو الطريق المرسوم لحل هذه الأزمة؟ يعني أولا الإطار التنسيقي يصر على قضية، كان يصر يعني أطلق 12 مبادرة، وهذه المبادرات كانت لدعم لدعوات الحوار مع الأخوة الصدر. كلها تم رفضها، كلها تم. ليش كانت تم رفضها؟ أولا أنه أنت الآن السياسة هي فن الممكن، لا توجد مستحيل في السياسة، وبالتالي السياسي الذكي هو الذي يستخدم عقله في الحفاظ على مستواه ككتلة سياسية وكحزب سياسي. عملية رفض الحوار أو الإملاءات، هسه أنت شلون ترفض الحوار؟ إملاءات، أنت اليوم تتحاور مع جهة سياسية، وهذا الحوار يعني يفترض أن يؤطر بإطار قانوني ويوثق، وأيضا أن يكون عنوانه كبير جدا هو مصلحة البلاد والعباد. أما إذا كانت مصالح حزبية أو رفض أو إملاءات، لا أريد فلان ولا أريد فلان، الحوار انتهى. وانتهى حتى الآن. وانتهى الحوار لحد الآن. الآن الكلام عن الحوار كلام غير. دكتور عباس أهلا بك مرة أخرى. أستاذ إبراهيم يرى أن السياسة هي فن الممكن، هل من الممكن عقد جلسة في مكان بديل للبرلمان لحل هذه الأزمة؟ تحية لك وتحية لمشاهديك الكرام، وأيضا تحية لأخي العزيز الأستاذ إبراهيم السراج والدكتور حيدر البرزنشي. حقيقة يعني اليوم ما تحدث به الأستاذ إبراهيم حقيقة هو الواقع، يعني اليوم لا يمكن أن يحل الحوار من خلال الشارع، لابد أن تكون هناك طاولة مفاوضات تفضي عن مخرجات، هذه المخرجات تؤدي إلى حل الأزمة. كل شعوب العالم تحصل فيها أزمات، ولكن ليس الحكمة في أن تستمر الأزمة، وإنما الحكمة أن يكون السباق سباق فرسان، أحدهم يتنازل للآخر، وبالتالي خلق أجواء مناسبة للحوار. يعني ما ممكن اليوم أن تبقى الأمور هكذا معلقة،
ومرتهنة إلى الشارع وتجليات الشارع. الشارع لا يمكن السيطرة عليه بصراحة. ممكن أنت عندما يكون لديك أعضاء مجلس النواب في القاعة ممكن أن تسيطر عليهم من خلال رؤساء الكتل، من خلال رئيس البرلمان، نائبيه، لكن عندما يكون لديك جمهور في الشارع من الصعب جدا أن تسيطر عليه. لذلك أنا أعتقد عقد جلسة للبرلمان ممكن، ولكن تحتاج إلى كثير من الحوارات والنقاشات حتى يتم عقد هذه الجلسة، بعد أن يتم التشاور مع كل الأطراف الموجودة اليوم بالساحة السياسية، خاصة اليوم حسب ما تسربت بعض المعلومات أن السيد برهم صالح قد سحب ترشيحه. أعتقد هذا من يصير توازن في الطرف الكردي حول انتخاب رئيس جمهورية، سيكون هو المدخل لاختيار رئيس وزراء، وبالتالي قد تمر الأمور. لكن يبقى الطرف الآخر، الأخوة في التيار الصدري لا زال لديهم كثير من التحفظات على هذا الموضوع. أيضا أكو نقطة ممكن احنا نرتكز عليها. اليوم أقرب واحد للتيار الصدري بالأخوة الإطاريين هو السيد هادي العامري، وقد قالوا نحن نحسن الظن بالسيد هادي العامري. أعتقد اليوم عقلية السيد العامري وكبر سنه وإمكانيته وحكمته ممكن اليوم من خلال تواجده في الساحة السياسية أن يكون طرف إيجابي لإيجاد مخرج أو جلوس للحوار. اليوم الحوار مهم جدا، ما لم يكن هناك حوار من خلال هذا الحوار تصفى النفوس. اليوم لا يمكن أن يترك الشعب بهذا الشكل. اليوم لدينا شعب يعاني، يعني اليوم احنا عدد العراقيين أكثر من 40 مليون، ما معقولة يعني نترك هذا الشعب ونختصره بهذه الصراعات. لا، يفترض اليوم أن واحد يفكر بهذا الشعب الذي يحتاج كثير من المشاريع المعطلة. الموازنات يعني اليوم أكو أمور حقيقة يحتاجها الشعب العراقي، مثل ما قال الأستاذ إبراهيم، السلم الأهلي إذا تعرض إلى مشكلة منو يدفع ثمنها؟ اليوم يدفع ثمنها المواطن البسيط اللي يعاني هو الآن في ضنك العيش. طيب دكتور، رحب أيضا برئيس مركز ألوان للحوار الدكتور حيدر البرزنتشي مباشرة عبر سكايب. أهلا بك دكتور حيدر. وبداية دكتور حيدر، ما هي الإمكانات أو المعطيات المتوفرة لدى الإطار الشيعي وبقية القوى السياسية الأخرى لعقد جلسة برلمانية في مكان بديل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولمتابعي قناتكم الموقرة ولضيفيك الكريمين، حياك الله. كل الإمكانيات متاحة، وسوف تعقد الجلسة خلال الأيام القادمة، وطرف سياسي يعني عاصي عن الالتحاق مش يعني لا مشكلة في ذلك، أنا لا أجد مشكلة إطلاقا. يعني عرضت كثير من العروض وقدمت كثير من الأفكار، لكن يبدو لي أنه الأخوة في التيار متخذين هذا يعني تحديدا سماحة السيد مقتدى الصدر، وإلا الأخوة الآخرين ما عندهم قرار حصرا بيد السيد، فهو يتخذ هذا الإجراء أو هذا الخطوة باعتبار أنه يريد حكومة أغلبية لم تحصل، بعض المسميات حل البرلمان، محاولة إنهاء العملية الديمقراطية، هذا كله لم يحصل. بالنتيجة ممكن أن يعتزل لهذه الفترة ويراقب ويرجع مرة ثانية في الدورة اللاحقة، والمسيرة لا تبقى ولا تتوقف على منتظم سياسي واحد. أنا أتفاجئ حقيقة، هناك نوع من التهويل لما يحصل، يعني إذا عقدت الجلسة سوف يكون هكذا، الشارع يحترق، السلم الأهلي في خطر. السلم الأهلي في خطر، من يؤجج حقيقة، من يأتي بخطابات وشعارات في خطب الجمعة تجعل من الكل فاسدين والكل يجب أن يحاكموا ويودعوا السجون ويهجروا، ومسميات التبعية والاتهامات، هذه التي هي خطر حقيقة، هي هاي اللي تخلق فتنة مجتمعية وتفرق بين أبناء المجتمع الواحد. طيب دكتور، ولكن ما تتوقع أنه الإطار، يعني في حال عقد الإطار جلسة أو البرلمان جلسة في مكان بديل، راح التيار الصدري أو السيد مقتدى الصدر سوف يقفون مكتوفي الأيدي أمام هذه الجلسة وقد تكون بها مقررات مهمة؟ ماذا ممكن أن يفعلوا؟ شنو يعني يحملون سلاح مثلا؟ شو يسوون؟ ماذا ممكن أن يفعلوا؟ ما هو السيناريو المتوقع؟ لا المجتمع الدولي يقبل بإيقاف عملية ديمقراطية وتصفيتها من جديد على منتظم سياسي واحد لا يشكل 3% من مجموع الشعب العراقي،
ولا طبعا مع جل احترامنا وتقديرنا، ولا حقيقة المنتظم السياسي الداخلي إذا كان كرديا وإذا كان سنيا يقبل بأن يبقى أو تبقى حقوقه متعلقة. الآن أكو اتفاق كردي كبير على دخول هاي معلومة لقبة البرلمان، أقصد في مكان برلمان، وواجب الحكومة طبعا منتهية الصلاحية، واجب الكاظمي أن يؤمن جلسة البرلمان، وهذا واجب الأساسي. إذا لم يستطع أن يؤمن هذه الجلسة فعليهم أن يسحبوا يده وأن يحيلوه إلى المحكمة حقيقة. ونعتقد يفترض أن يكون في ضيافة القضاء بعد انتهاء هذه الولاية، لأنه أحد أهم أسباب المشاكل العالقة فيما يخص الأداء السياسي والتشنج الحاصل بين الفرقاء السياسيين، هو عمل على تكبير هذه الفوة والفجوة. طيب مستشار نفسه يقول أنا دخلت للعملية لهذا المنصب حتى أغير ما أستطيع أن أغيره ويزور ما يستطيع أن يزوره، هذا هو قال، هو يعترف به ويفكك الأحزاب الإسلامية وينهي وجود هذه الأحزاب الكلاسيكية. إذا هو جزء من مشكلة لو جزء من حل، لا بل هو أسس المشكلة. بالنتيجة أنا أقول بموت منتظم سياسي لن تتوقف الحياة، كما هي دورة الحياة في الطبيعية، هذه سنة، سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض، لن ينتهي. أي موت لأي سياسي أو أي منتظم سياسي إذا كان إطار أو تيار أو أي جزئية معينة في الحياة السياسية لا تتوقف البلاد. وأنا أعتقد أن يؤجج الشارع ويستخدم أسلوب لي الأذرع ويهدد القضاء ويعطل مجلس النواب، هذا الآن هو في أعين المجتمع الدولي والشعب العراقي، وإن كان الأغلبية منهم صامتين لكنهم ينظرون ويتألمون، وبنفس الوقت غير راضين عن هذه الممارسات والسلوكيات، يعتقدون أن هناك من يحاول أن يخلق فوضى من أجل التعطيل. من المستفيد من تعطيل البرلمان ومن مؤسسات أنتقل بهذه النقطة إلى سيد إبراهيم إذا تسمح لنا دكتور حيدر. الكثير من الأوساط ترى أن جلسة برلمانية في مكان بديل قد تكون خطوة استفزازية للتيار الصدري، لكن باعتقادك الإطار يقدر يقدم ضمانات بأن هذه الجلسة سوف تبتعد عن هذه الطروحات؟ لا، يعني هذه خطوات دستورية، هي ليس استفزازية، يعني هذه خطوات دستورية، هذه العملية السياسية. اليوم عند خلاف كتلة سياسية وكتلة سياسية، طيب الدستور ما قال أنه أنت لازم تأخذ موافقة فلان أو تأخذ تحترم مشاعر فلان، لا أبدا، هذه خطوات دستورية. لذلك لكن هذه الخطوات الدستورية حاليا هو شنو يرفضها جملة وتفصيلا كما يرفض الحوار. سيد الفاضل، التيار إذا تسمح لي سيد إبراهيم، التيار قبل أيام اعتصم أمام القضاء ودخل إلى مجلس القضاء الأعلى، ما ممكن شنو ردة فعل؟ ردة فعل كردود أفعال ووصفت خطوة ربما خطأ استراتيجي من التيار، لكن ما راح يقدر يستهدف مكان الجلسة إن عقدت في أي مكان آخر في بغداد. مثل ما قال الدكتور حيدر، هذه مسؤولية حكومة الكاظمي، حكومة تصريف الأعمال، وللأسف الشديد هو فشل في هذه المهمة، فشل في المحافظة على المؤسسات الدستورية، لم يكن أمينا ولم يكن أمين، لذلك أنا أتوقع محاكمته. هذه خطوات دستورية، أولا هي ما يجب أن تتوقف، ما يجب أن تتوقف الحياة العامة في السياسة. ليش صار تسعة أشهر متوقفة؟ يعني هذا الخلافات السياسية أعطوها، ربما أعطوها مجال أكبر. كان سعى صدر الجميع أكبر من الطبقة الأخرى أو المقابل أو الخصم المقابل، لذلك أرادوا أن تحل القضية سلمية أو تحل عبر الحوار وما شابه ذلك. لكن عندما يأتي الحوار به يحمل إملاءات ولا أريد فلان ولا أريد فلان، طيب هذا ما ممكن. أكو مطالب دستورية وأكو مطالب غير دستورية، ما ممكن اليوم أنت الآن تذهب إلى مطالب هي صلاحية الشعب العراقي. أكو طريقة لحل هذه الأزمة يعني غير الحوار وغير عقد هذه الجلسة؟ الحوار يعني حاليا مغلقة أبوابه ومغلقة أبوابه. أكو حل غير عقد جلسة؟ نعم عقد جلسة. رغم كل المؤشرات أو المخاطر، ما ممكن اليوم. يعني أنت اليوم عندك 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 عندك, عندك اليوم دافع كبير جدا، ما يمكن أن تعطل الحياة الرسمية في البلاد. طيب. دولة، مؤسسات دولة، نعطل سلطة تشريعية، نعطل سلطة قضائية، نعطل مؤسسات فلان حتى فلان، إن يقول لك والله أنا حتى مو هذا راح يثيرني، راح يغضبني. طيب مو عدة 95 إلى الشعب العراقي اليوم متعطلة. تعرف أحكي لك شغلة أستاذ بشار؟ نعم.
في 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 حادثه الاعتصام على الصدريين على اعلام الاستقضاء الاعلى. قرار واضح من الاستقضاء الاعلى جمد كل عمل المؤسسات القضائيه. شنو اللي صار؟ شنو النتيجه؟ 30,000 قضيه متوقفه بالقضاء العراقي. 32,000 هذا بيوم واحد خلال 24 ساعه. 32,000 قضيه. طبعا كيف احنا الان نعطلها مؤسسات الدوله؟ اليوم الحوارات المجلس القضاء مؤسسه حاميه للدستور وحاميه للنظام السياسي. اليوم ما ممكن اليوم ان ننتهك او نحتدي عليها. احكي لك قضيه. طيب نعم. اذا اكو اهميه لعقد هذه الجلسه للخروج من هذه لا يوجد خيار غير لكن هل هناك امكانيه لعقدها؟ السؤال لكم دكتور عباس. نعم. برغم الطلبات النيابيه التي تقدمت الى رئاسه البرلمان لعقد جلسه اقتربت يمكن من حاجز ال 200 توقيع، الا ان رئاسه المجلس حاليا المتمثله بالسيد الحربوسي لم تبدي اي تجاوب مع هذه الطلبات لحد الان. يعني شوف اليوم رئاسة مجلس النواب عليها أولا أن تنظر كونها يعني أنا بتقديري رئاسة مجلس النواب يجب أن تكون حيادية باعتبارها هي تمثل العراق بأجمله، لم تكن تابعة لكتلة أو طائفة أو كذا، هذا يفترض. لكن اللي دا نشوفه اليوم أكو نوع من المحاباة، يعني نوع من المجاملات. هذه المجاملات ما تخدم العملية السياسية. أنا حسب تقديري اليوم حتى ما نروح في ضياع كل شيء، اليوم ممكن أن تعقد جلسة وممكن أن يتم انتخاب رئيس وزراء. لا. إذا فعلا كنا نريد، يعني إذا كانت هناك وفاق وطني لدى الجميع بإجراء انتخابات مبكرة لابد تكون ضمن الآليات الدستورية. حاليا إحنا ما نمتلك آليات دستورية لأنه أولا المادة 64 لا يمكن استخدامها من قبل رئيس الجمهورية باعتبار رئيس الجمهورية منتهي ولايته. بنفس الوقت القانون مال الانتخابات هل هو هذا القانون ام غيره؟ ومن راح يشرع القانون اذا حل البرلمان نفسه؟ زين، بعدين يحتاج حكومه شرعيه منتخبه من الشعب هي اللي تقيم الانتخابات. بنفس الوقت نحن نحترم القرارات الاخرى، لكن يحتاج لنا اليات، يعني مثلا دع الحكومه تتشكل ويتم تحديد سقف، هذه الحكومه تقوم ب صياغه قانون انتخابات جديد ان طيب كانت. هذه الاليات مرفوضه حاليا من قبل التيار الصدري دكتور عباس، لكن اكو دلالات على بالمقابل على عدم التعاطي مع الطلبات بعقد جلسه من قبل رئاسه البرلمان، هل هناك دلالات واضحه من السياده من الديمقراطي ايضا؟ يعني شوف هم اذا صار اتفاق لازم تعقد الجلسه، طالما هناك 200 توقيع ما اعتقد يعني بعد خيارات اخرى غير عقد جلسه. وأنا أضم صوتي إلى صوت الزميل الدكتور حيدر والأستاذ العزيز أنه يجب أن تكون الحكومة لها دور كبير في حماية مكان هذه الجلسة، وإلا إذا لم تستطيع فكيف تسمي نفسها بحكومة؟ إذا لم تستطع كما حدث سابقا لا، يجب أن تحاسب، لأنه اليوم الحكومة هي مسؤولة عن أمن البلد ومسؤولة عن كل ما يمر به. طيب من يحاسبها دكتور عباس؟ نعم. وماكو برلمان. نعم. من يحاسب الحكومة عن أي إخفاق والبرلمان غير موجود؟ أكو برلمان الآن، أكو برلمان منتخب، هذا البرلمان متكامل بإمكانه أن يستجوب رئيس الوزراء وأن يوجه له الأسئلة أو يسحب إيده وبالتالي تمشي الأمور. طيب. يعني ما معقولة إحنا لدينا اليوم مؤسستين موجودة، مؤسسة القضاء ومؤسسة مجلس النواب. نعم. ممكن اليوم هذين المؤسستين أن تتعاضد فيما بينهما وتمشي امور البلد حتى لا يحصل ما لا يحسد عقباه، وانا اعتقد يجب ان يعني كان يفترض منذ فتره تعقد جلسه وينتهي الموضوع، ليش هذا الاصرار على عدم عقد جلسه وبالتالي تفويت الفرصه على الشعب العراقي؟ اليوم ترى الشعب العراقي هو المتضرر. طيب صراحه اليوم السياسيون لا يهمهم شيء بصراحه، اليوم الشعب هو اللي يعاني، الشعب اليوم متوقف الخدمات مالته تماما. استحقاقات. طيب. اكو لهذا الشعب لم تتوفر. واضح دكتور. طيب اذا ماكو حكومه شلون تتوفر؟ واضح. دعني اعود اليك دكتور حيدر برازنتشي، برايك او بحسب معلوماتك يعني ممكن ان تكون هذه الجلسه البرلمانيه ان عقدت فعلا في مكان بديل ان تكون مخصصه لاستكمال استحقاقات دستوريه رئيس جمهوريه تكليف رئيس حكومه، ام ستكون لمناقشه اتجاهات المرحله الحاليه؟ وحقيقه اكو طرحين. إذا تم الاتفاق قلنا بعد كم يوم بين الكتل السياسية الكردية فبها ونعمة يتم الدخول إلى قبة مجلس النواب ويصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وطبيعة الحال
رئيس الجمهورية كالسياق المعروف يكلف رئيس الكتلة الأكبر اللي هو الأستاذ محمد الشاع السوداني. إذا لم يحصل اتفاق فعقد جلسة في هذه الظروف جدا مهمة. هسه على الأقل كتل السياسية تتقارب فيما بينها، خلينا جدول أعمال، ينتخب نائب أول، وهذه هم ضرورة. انتخاب النائب الأول مهم جدا، لأنه قد يتعذر على رئيس البرلمان، يصير عنده يعني نوعا ما محاباة لجهة سياسية معينة. وأبلغ بصراحة أنه أما أن تعقد هذه الجلسة وإما لا يدخلون 200 وكذا نائب، راح ينتخبون نائب أول وتمشي الأمور حقيقة بعد ذلك، وممكن أنت أم تتغير. فبالنتيجة أقول عقد مجلس النواب جلسة بعد هذا التعطيل وبعد هذا الاقتحام لمجلس النواب وتأطير العملية السياسية بإطار معين ومحدد، هو كسر لهذه القيود والجمود، والحياة السياسية مرة أخرى تستأنف عملها والمضي باتجاه استكمال استحقاقات الدستورية. شنو ذنب المجتمع؟ شنو ذنب الناس؟ طرف سياسي مراضي زعلان، لازم 42 مليون يزعلون؟ يعني طيب. الكراش شنو ذنبهم؟ طيب دكتور، شنو ذنبهم؟ اسمح لي دكتور، يعني مو منطقي. توعدت دكتور حيدر، توعدت صفحة وزير الصدر بتصعيد غير محسوب، هل ممكن أن تكون هذا أو يكون هذا التصعيد بالضد من الجلسة البرلمانية المنتظرة؟ حقيقة ندعو إخواننا الأكارم في المساحات الإعلامية لا يتعاملوا مع حساب وان، احكي لي بغيره، من هو هذا وزير قائد ما أعرف منه؟ فد واحد حساب وامي مرة يعني مغرد ما أدري كم تغريدة خلال 150 تغريدة، هاي دل على الانفعال. لكن التيار الصدري دكتور حيدر، التيار الصدري لم ينفي صلته بهكذا صفحة. نعم، التيار الصدري لم ينفي صلته بهذه الصفحة. إيه، إذن يجب أن يحاسب. أنا حقيقة أدعو من خلال منبركم أنه القضاء العراقي يحاسب هذه الصفحة الوهمية ويتابع لمن ترتبط. إذا التيار الصدري ما ينفي صلته بها فهذه تؤجج وتهدد الأمن السلمي المجتمعي، وتحاول أن تخلق فتنة بين أبناء المجتمع، وتصنف المجتمع كما تشتهي. من هو هذا؟ من؟ شخص نكرة مجهول. طيب. يأتي ويصنف الناس كما يشاء، هذا تبعي، إذا كتاب ما أعرف شنو، هذا كذا، أعمل هكذا. من أنت حتى تأتي؟ هل لديك ولاية أو وصاية إلهية أو شرعية أو قانونية أو دستورية حتى تتحكم طيب. بالرأي العام والشعب طيب دكتور العراقي؟ دكتور حيدر، نعم، جماهير كما يشاء، جماهير التيار الصدري تخرج اليوم، إذا تسمح لي دكتور حيدر، هناك شعب عراقي، جماهير التيار الصدري تخرج اليوم بأعداد كبيرة جدا بتغريدة من هذه الصفحة أو غيرها، يعني كيف تكون هذه صفحة وهمية أو غير معترف بها؟ الجماهير تخرج بهذه التغريدة. طيب ما الذي يعنيه ربما بالتصعيد؟ وهذا اللي أقوله، تصعيد غير محسوب، للأسف الشديد تصعيد غير محسوب، يعني ربما يكون على أي صعيد دكتور؟ أنا أقول للأسف الشديد أن يتعاطى جمهور معين مع حساب وهمي. طيب هاي سيكولوجية جماهير، مع الأسف الشديد ما حد يعرف. طبعا سئلوا قيادات كبرى في الاخوه داخل التيار الصدري، نعم، يقولون اربعه يديروها، اثنين ببغداد، اثنين بالنجف، كذا. يعني القصد معنى ذلك انت اذا تخجل من طرح ارائك امام الناس ولا تستطيع ان تتصدى بموقع القياده، ونستعين بشخصيه وهميه من اجل ان تحرك الناس، انا اعتقد هاي مو عمليه سياسيه حقيقه. فليجلسوا في البيت وفي الدار أفضل لهم. طيب. من أن يتحدثوا بشخصيات وهمية لا قيمة لها ولا وزن لها، لا اجتماعيا ولا حتى سياسيا. يعني يفترض، أنا أقول يفترض أن تفعل هكذا أمور في القضاء العراقي والأجهزة الأمنية لمتابعة هذه الصفحات الوهمية التي جرت على البلاد الحشرات والويلات. بالنتيجة خذها مني وعاتبني عليها، جلسة مجلس النواب تمضي، انتخاب رئيس جمهورية يمضي، تشكيل حكومة يمضي، يرضى من يرضى ومن لم يرضى أو يريد أن يلتحق أهلا ومرحبا، يأخذ كما يأخذ شركائه الآخرون. أما أن يبقى طيب. هذا كيل الاتهامات وتعطيل البلاد والعباد، أنا أعتقد الغاية والهدف منه هو إبقاء حكومة الكاظمي إلى أبعد فترة ممكنة، ومن أجل صرف أموال قانون الأمن الغذائي
بعد خصوصا بعد استقالة وزير المالية. هناك تفاصيل كثيرة. نعم أستاذ. طيب دعنا دكتور نناقش أيضا إن كانت أبواب الحوار أوصدت أو لا في ملفنا الثاني دكتور حيدر، أستاذ إبراهيم، دكتور عباس. نبقى سوية مع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. تأجيل اجتماع القصر الحكومي يحمل بين طياته رسائل من المتغيبين يفسرها المتابعون تمسكا بالقرار. إذن مشاهدينا، دعوات كثيرة وجهت إلى السيد الصدر ولم يلبها، فالاجتماع حول طاولة واحدة مع الخصوم مقابل دعوات المناظرة أثارت استغراب المتابعين، حيث فسروا ذلك أن المناظرات ربما تريد تسيير التوجهات نحو هدف معين وسياسة خاصة، لذلك فسروا رفضه للحوارات بأن التيار يعني سوف يكون مستمر بطلب إعادة الانتخابات ولا يريد الحوار بشأن الأوضاع الراهنة. إذن مشاهدينا نتابع هذا الملف مع الزميلة نهى الشمري. وفقا للتوقعات المطروحة أرجئت جلسة الحوار المقرر عقدها يوم أمس في القصر الحكومي ببغداد، وذلك لأسباب كانت أبرزها عدم إشغال مكان التيار الصدري ولو بمن ينوب عنه وأتبعهم بعد ذلك الحزب الديمقراطي والسيادة. وهنا يضع المراقبون علامات استفهام حول تجاهل هذه الاجتماعات، خصوصا بعد دعوة السيد الصدر إلى المناظرة العلنية. يرى المتابعون أن رفض الاجتماعات من قبل التيار الصدري وفي ذات الوقت يدعو لمناظرات قد تكون تلك المناظرات لسياسة خاصة، فوفق المعتاد أن المناظرات تكون استباقية للانتخابات وليس بعدها، أو لربما هناك أهداف مبهمة من ورائها، فما يزال التيار الصدري يراوغ مع الفرقاء السياسيين بشأن الاجتماعات والمقابلات المباشرة حول طاولة واحدة، لا يفهم ما تحمل من نوايا تراد من هذا التجاهل. أما أصحاب التفاسير كلا أدلى بدلوه فيما يخص هذه الغيابات المتكررة عن الاجتماعات، أبرز تلك التفاسير تطرح بقولهم أن التيار الصدري لا يزال متمسكا بقراراته التي تتعلق بإعادة الانتخابات، بالوقت الذي جمع الإطار الشيعي تواقيع لاستئناف جلسات البرلمان قريبا. وتفاسير أخرى ترى أن البقاء على حكومة تصريف المهام الحالية لمدة أطول من ضمن أهداف التغيب عن الاجتماعات تلك، فابتعاد أطراف الخلاف عن فكرة الحوار المباشر ربما يبقي الأوضاع السائدة في الشارع على أزماتها، وبالتالي ازدياد شرخ الخلافات بين المشاركين في العملية السياسية وصعوبة تجاوزها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونجد ترحب بكم سيد إبراهيم. وغياب السيد الصدر أو التيار الصدري للمرة الثانية عن أي اجتماعات للحوار، خصوصا دعوات رئيس مجلس الوزراء المنتهي الولاية، هل هذا الغياب عن الاجتماعات أو مقاطعة الحوار ممكن أن يعتبر تمسك بالقرار، كما أكد التيار الصدري بأنه لا مجال للحوار بعد الآن وهناك رؤى مختلفة ما بين التيار وبقية الأطراف السياسية خصوصا الإطار؟ يعني بالتحديد أولا هو المشكلة مو بس الإطار، يعني هي البعض يفهم أن المشكلة، يعني أنا تحدثت مع كثير من الزملاء كأنه الإطار هو مسؤول عن حل مجلس النواب. يا أخوان الإطار هو كتلة سياسية داخل قبة البرلمان، لكنه الأكبر حاليا. حتى وإن كان ذلك، حتى وإن كان مو هذا موجود توافق سياسي، وبالتالي الإطار، يعني أنت تعرف حضرتك أستاذ بشار في التظاهرات التي دعا لها الإطار ما كانت هناك لافتات أو عناوين للافتات تشير إلى 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 جهة سياسية معينة، لا أبدا، كانت هي حماية الشرعية والدفاع عن الشرعية، الدفاع عن الدستور، الدفاع عن النظام السياسي. هسه موجودة بالنظام السياسي أخطاء، موجودة مشاكل، موجودة هذه ممكن أن تحل. يعني اليوم إحنا حتى
اليوم احنا حول مجلس القضاء الاعلى، طيب انا اتفق مع من يقول انه مجلس القضاء الاعلى يحتاج الى اصلاح قوانين تشريعاته، لكن اكو قاعده قانونيه معروفه، القانون لا يلغى الا بقانون، مو انا اصلاح اليوم اصلاح مجلس القضاء الاعلى شلون اصلحه؟ يعني اصلحه بالتظاهره؟ لا اصلحه اكو رؤيه معينه، اكو قوانين. ماذا ان لم تكن رؤيه لدى الاطراف السياسيه؟ لا ما ممكن هذا باي اصلاح اخر، ما ممكن هذا، يعني شلون اقرا عليه حتى ينصلح؟ يعني هذه مشكله كبيره جدا. لا شلون ينصلح؟ سيدي الفاضل انت اليوم احنا اليوم نريد نعدل الدستور، من هو اللي يصلح؟ اصلاح الدستور الكتل السياسيه، الكتل احسن اذا كانت الكتل السياسيه والبرلمان ما عنده رؤيه لاصلاح. لا لا مو من عنده، كما يرى التيار لانه طيله السنوات الماضيه والدورات البرلمانيه الماضيه ليش ما حكوا بالبدايه؟ ليش ما حكوا بالبدايه؟ ليش ما حكوا بالبدايه؟ نعم ليش ما حكوا؟ هسه خب انا اليوم عندك نواب داخل مجلس النواب اقدم رؤيه لتغيير الدستور، نعم انت خب مو مسؤول عن الشعب العراقي، يغير الدستور موافقه الشعب العراقي، ما ممكن القفز على 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 على, على القرارات الوطنيه، ولا يمكن القفز على 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 فقرات الدستور. نعم. اليوم عندك رؤيه، كل احنا نتفق اكو اخطاء وعيوب في العمليه السياسيه، ولكن قدم رؤيه معينه وقدم نعم. مشروع قانون لاصلاح العمليه السياسيه لتعديل الدستور لاجراء تعديلات دستوريه. طيب وهناك إذا الكل متفقين على وجود خلل بس ماكو رؤيه، متفقين على اصلاح حاليا، مو اكو اتفاق ما بين الاطار والتيار انه تنعاد الانتخابات ويحل البرلمان؟ شلون تعاد الانتخابات؟ شلون تعاد الانتخابات؟ بس هو الاطار هو الاطار، مو قالت ماكو مشكله نحل البرلمان بشرطها وشروطها، بشروط اذا اكو اتفاق، لكن مختلفين على الاليه. نعم ليش ما يصير حوار؟ ليش ما يصير حوار وتتوحد؟ اولا اسمح لي سيد ابراهيم، نعم ليش ما يصير حوار بين الاطراف وتتوحد الاليه؟ الصدرين رفضوا الجلوس للحوار، هسه هذا الحوار مو دعا الاطار، شنو دعا 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 اليه رئيس مجلس الوزراء منتهي صلاحيته، خلينا نسميه هيجي، شنو السر التمسك برفض الحوار؟ يعني هو ها اطاله عمر الحكومه الكاظمي هذا طبعا اطاله، والا انت عد مليون طالب بالغاء حل مجلس تفكيك مجلس النواب والغاء والذهاب الى انتخابات مبكره، من المستفيد؟ الكاظمي وجماعته مستشاري ومستمر حكومته. نعم دعني انتقل اليك دكتور عباس. نعم. بظل الغيابات المتكرره عن للاطراف المختلفه، يعني ما باي مبادره ورفض للحوار واي دعوه يقوم بها اي طرف كان، ما مدى بالمقابل ما مدى امكانيه عقد حوارات اخرى لو باب الحوار انسد انتهى؟ يعني شوف الان الحوارات يعني يوم عن يوم تصير غير ممكنه، أو مثلا بها نوع من التعقيد. نعم. وذلك لتمسك كل واحد في رأيه. يعني أنت حضرتك تعرف السيد الصدر، سماحة السيد مقتدى الصدر، أراد أن يكون هناك حكومة أغلبية. عندما اصطدمت بواقع 220 نائب يحضرون الجلسة الأولى أو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حصل اللي حصل وانسحب التيار الصدري واستقال أعضاءه وقال نحن سننتقل إلى معارضة الشارع. وأيضا أنت تعرف الأخوة في إطار التنسيقي سعوا منذ البداية للملمة الأمور وتشكيل حكومة وطرح عدد من المبادرات، أيضا لا ننسى أنه رئيس الإقليم أيضا طرح مبادرة، وهذه المبادرات كلها للأسف الشديد لم يتم التعامل معها، لأن الأخوة الصدريين يظنون أن المسألة الأساسية هو حل البرلمان، ومثل ما ذكرت لك حل البرلمان يحتاج آليات دستورية. طيب أنا أعتقد اليوم يعني جازما انه هذا الوضع اللي الان هو موجود لن يخدم الجميع ما لم تكن هناك خطوات اما يخطوها الاطار التنسيقي، ومثل ما قال الزميل حيدر يعقد جلسته ويمرر رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وتمضي الحكومه، وبنفس الوقت ان تمر الامور، واذا كان هناك تغيير في المستقبل ممكن يتم عن طريق الخطوات الدستوريه. طيب. او احب ان اقول لك نقطه واحده، تفضل. تعديل الدستور شكل يعني كان من الاتفاق من يعني اتفاقيه انه في بدايه تشكيل اي مجلس نواب منذ الدوره الاولى لحد الخامسه لا. تشكل لجنه لاعاده صياغه بعض الفقرات، شكلت لجنه فقط برئاسه الشيخ همام حمودي وبعدها ما شكلت لجنه للاسف في السنوات التي تلتها، اذا هو الدستور مو صار لتقريبا من 2005 مطروح، لماذا الخلاف مو شديد يمكن دكتور عباس على قضية تعديلات دستورية؟ نعم. ما هم الأطراف السياسية
بقدر قضية إعادة انتخابات و يعني لدينا 55 مادة بدون قانون يا أستاذ بشار. لكن مهم الأطراف السياسية مو نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية. لا أكو مواد ملغومة بالدستور هي من أوصلتنا إلى هذا الانسداد. بس ما مهتم بها يمكن القوى السياسية دكتور عباس بقدر تمسك حاليا التيار الصدري بإعادة الانتخابات. لا أكيد يعني يفترض أنه اليوم طيب. احنا نهتم بالقاعدة الدستورية طيب. لأن هي اللي توصلنا إلى برلمان. طيب تمسك السيد الصدر اليوم أو التيار بالغياب عن جلسات حوارية مقابل تمسك الإطار الشيعي بتمرير الحكومة، كيف يمكن الموازنة بين خلافات الطرفين؟ يعني خليني أقول لك أنه اليوم الإطار التنسيقي أمامه يعني طريق مفتوح، لماذا لا يعقد جلسة للبرلمان وتمضي وشكل حكومة؟ عنده هذه الرغبة وقدموا تواقيع. خلص هاي طيب. هذا احنا ننتظر هذه الرغبة لأن هذه الرغبة ربما إذا تمت تحسم لا. كثير من الأمور، لكن بقى إذا بقى لا مجال لإيجاد توازن بين خلافات يعني الأطراف. مو أنا أقول لك لأنه السيد الصدر الآن لا. رافض أي حوار. طيب. فأمام الإطار أن يمشي في تشكيل الحكومة. طيب. حتى نرى ما معقولة تبقى الأطراف كلها جالسة بدون. نرجع إلى طرفين أيضا مهمين الديمقراطي والسيادة، والسؤال لكم دكتور حيدر، غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني وغياب تحالف السيادة عن الاجتماع الأخير، هل يمكن أن يكون جاء بإشارة من سماحة السيد الصدر أو توجيه منه؟ لا ماكو غياب، هذه يعني هذه الشراكة فضت. الدليل أنه أول بعد انسحاب الأخوة الصدريين لم ينسحب لا السيادة ولم ينسحب الديمقراطي. طيب. فبالتالي الحديث عن شراكة وعن تناغم في الأهداف وكذا لا، هناك مطالب، هناك استثمار للحدث يراد من خلاله إذا كانوا استثمار يعني دكتور حيدر كان يعني استثمار أو مطالب خاصة كانت وراء مقاطعة الديمقراطي والسيادة ل جلسة الحوار الأخيرة التي ألغيت أو أجلت، ومصادر تؤكد أنه السيادة والديمقراطي سوف يحضران في جلسة مجلس النواب المزعم عقدها لا. في الأيام القليلة القادمة. طيب لماذا لم يوقع حتى الآن أو يوافق السيد الحلبوسي على عقد هذه الجلسة أو تحديد موعد لها؟ به وبدونه سوف تتم الجلسة وسوف تمضي، وإذا لم يوافق فهو الخاسر الأكبر حقيقة في هذه المعادلة. أها إذن تؤكد كذلك. دكتور حيدر تؤكد الأنباء عن وجود رغبة في حال عدم النجاح بتمرير الحكومة وتمرير الاستحقاقات الدستورية أن هناك رغبة لإقالة السيد الحلبوسي بمنصبه؟ هي ليست رغبة بقدر ما هو يسمى تمرد رئيس المؤسسة على أداء مهامه التشريعية داخل المؤسسة، وعلاج هذا التمرد بأن يقال الرجل يرجع نائب بالبرلمان حال بقية ويصعد من هو أكثر منه وأكثر من مراعاة للواقع السياسي يستطيع أن يقدم شيء، وأعتقد هو يعني يفهم هذه المسألة فهما دقيق وعميق ويبحث عن مخرجات من أجل أن يمضي في الأمور، ولا أعتقد أنه لا يمضي حقيقة يعني أختلف معه كثيرا، ولكنه ليس بهذا الموضع من السذاجة أن لا يمضي، سوف يمضي وتمضي الأمور، وأعتقد حتى أعضاء النواب اللي مع التحالف السيادة أيضا لديهم رغبة بالمضي قدما في عقد جلسة برلمان، لكن رجل كان يبحث مثلا عن نسميها نوع من الاطمئنان، نوع من الضمانات إن صح التعبير، حتى يمضي في اتجاه معين ويمضي في اتجاه باتجاه الجلسة، هذا أعتقد كل ما في الموضوع. طيب ممكن أيضا استثمار من قبل قوى الإطار الخلافات أو المشاكل اللي عند السيد الحلبوسي في مع قيادات المناطق الغربية أبو ريشة وغيره؟ السياسة صناعة الممكن وليس فن الممكن. نعم. يعني هناك مصطلحات تتطور في علم السياسة. صناعة الممكنات هو أن تعرف متى تستثمر الفرصة السياسية، إذا كان لديك يعني ند أو خصم سياسي تستطيع أن تضيق عليه
المساحة السياسية حتى يلجأ للتعاون أو للتفاوض معك في مساحة معينة، وهذه ليست عيب ولا منقصة ولا مثلبة. نعم هناك مساحات أخرى، هناك بدائل. السيد الحلبوسي لا يمثل كل السنة ولا يمثل كل الأنبار قطعا، فبالتالي إذا لم يستطع أن يقدم شيء هناك بدائل تستطيع أن تقدم. طيب، لكن هناك أيضا تعاون من قبل جهات سياسية أخرى، هو يقف في جانب الضد. طيب، أو الند، لها ممكن أن تستعين في هذه الجهات اللي تفضلت فيها مثلا أبو ريشة وغيرها من الأخوان البقية. نعم. سؤال أخير لكم سيد إبراهيم، عدم اتخاذ رئاسة مجلس النواب أي خطوات في حماية وإعادة هيبة المؤسسة التشريعية على غرار ما فعله رئيس السلطة القضائية سيد فاخ زيدان عند محاصرة مبنى المجلس القضاء الأعلى؟ هذا ولد ردود أفعال ربما واستياء، ربما يصار إلى جمع تواقيع لإقالة السيد الحلبوسي؟ يعني كل شيء جائز. يعني أولا الحلبوسي باعتباره رئيس السلطة التشريعية للأسف شديد أخفق في حماية سلطته، لم يكن وفيا وأمينا لحماية سلطته، وبالتالي أنه ردت فعله ماذا؟ أوقف مجلس النواب العراقي، أوقف لجانة، حتى لجانة رغم أن اللجان يمكن صار خلال 3 أيام تحت تعمل وكأنهم خليتنا حال يعملوا، أكثر من 5 لجان أو 6 لجان منها لجنة الإزاحة البرلمانية حتى لجنة التربية، ولكن هو لا يعلم هو سوى أنه مستفاد من هذا الأجواء كلها، لأنه أصلاً هو جزء من المشكلة، أصلاً هو جزء من المشكلة، لاحظ ذلك. لذلك لم يكن له، يعني هو مجرد أنه سكت وهرب إلى الأنبار وخلاص، يعني عزل وكأنه باع مجلس النواب. اثنين، هو اختزل مجلس النواب للأسف الشديد. النائب الثاني حتى هو ما كان عنده رد فعل، وكأن انه مجلس النواب اختزل بالشخص الحلبوسي. لذلك اعتقد الان هو قلق جدا الان، قد تكون هذه الجلسه لاقاله الحلبوسي واستبداله بشخص اخر، مثل ما حدثت في 2012 عندما استبدل محمود المشهداني بنائب اخر اعتقد عبد السامرائي واستبدله، وهذا عادي يعني يجري ليس بعيدا. طيب اذا تم استبدال الحلبوسي او اقالته قبل المضي بالاستحقاقات الدستوريه الاخرى، هذا الموضوع ما راح يعقد المشهد اكثر؟ لا بدل ما يعقد المشهد، هذه اجراءات قانونيه دستوريه. اللي يزعل خير يضرب راسه بالحائط، شو يسوي له بعدين؟ اللي يزعل خير يزعل خير يطلع مظاهره وما شابه ذلك، لكن هذه استحقاقات دستوريه. ما ممكن يوم اختزل مجلس النواب في شخص واحد، ولا يمكن انه تختزل وزاره بشخص وزير واحد، هذه قوانين وهذه تشريعات. اليوم الحلبوسي ما عنده 1% من شجاعه فاخ زيدان. فاخ زيدان دافع عن السلطه القضائيه، وليس السلطه القضائيه بل دافع عن العراق، دافع عن المؤسسات الرسميه، دافع عن السلطات التشريعيه وحتى تنفع التشريعيه ودافع. ولذلك رده فعل فاخ زيدان تختلف عن رده الحلبوسي. الحلبوسي انهرب، راح بعمان، راح بالانبار وما شابه ذلك، وكانه هو عزل، كانه ملك خلفه مجلس النواب وانهزم خلاص. حتى بيان ما صدر، بيان واحد فقط صدر، هو أي أوقف نشاط مجلس النواب العراقي. طيب، السيادة والديمقراطي اللي قاطعوا جلسة الحوار يوم أمس هم شاركوا بالجلسة اللي قبلها وأكدوا على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية وغيرها، ليش قاطعوا الجلسة يوم أمس؟ لأنهم أصبحوا على يقين بأن عدم حضور تيار الصدر فإن هذه الجلسات لا طعم لها. اثنين، أن الإطار التنسيقي بعد على خلفية احتصام الصدريين على ابواب مجلس القضاء الاعلى عطلوا او اوقفوا او جمدوا اي مبادره للحوار مع الصدريين، وهذا طبعا انه عدم حضور الصدر بالدعوه اللي دعا اليها الكاظم رقبه انها دعوه مشكوك بها، لانه ضغط الشارع وضغط الكتل السياسيه هو الاجبار على ان يطلق المبادره، رغم انه يعرف ان هذه المبادره لا قيمه لها، مثل المبادره الاولى اللي اطلقها مصطفى الكاظم رئيس حكومه تصريف الاعمال، لم تجد هناك مخرجات ولم ينجح في انقناع الصدريين في الحضور من المبادره، رغم ان الامم المتحده ممثله بجيني بلاسخار رغم ملاحظات يعني حضرت الجلسه، وكان ممكن ان تحل او تكون خطوه نحو تفكيك الازمه، ولكن للاسف الشديد الكاظمي ارادها جلسه شكليه لا قيمه لها، سوى انه لانه ضغط الكتل السياسيه وضغط الشارع فيظل انه اخفق في حمايات مؤسسات الدستوريه. الكاتب والصحفي السيد إبراهيم السراج، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم رئيس مركز رفد للدراسات الدكتور عباس الجبوري، شكرا لكم دكتور. وشكر لكم رئيس مركز الوالي الحوار دكتور حيدر برزانتشي، كنتم ضيوفا كرام. والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الأكارم إلى ختام حلقتنا من الحصاد، وإلى اللقاء في حصاد آخر.